مساء الخير حبايب، شلون صحتكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وبصحه وبسلامه. واليوم الجو مطر ونقعنا. شلونكم حبايب؟ مثل ما طلبتوا من عندي راح اخذكم اليوم ان شاء الله للبيت، نروح على مود اصور لكم جوله سريعه بالبيت. طبعا شنو السبب انه اني تاخرت عليكم بهذا الموضوع راح احكي لكم هسه. وايوب نصت الثاني احتريت، صحيح الجو مطر بس مو لهالدرجه 20. طبعا شنو هو السبب؟ اكو بعض البنات قالوا انه بتقول شنو السبب ما تصورين البيت لانه تخافين من الحسد وهذا الشيء. بالعكس، اني مؤمنه برب العالمين هو خير الحافظين، ومو النفسيه اللي بداخلي انه افكر بكم بهالشكل، لا بالعكس، ولا لو افكر كان ما شاركتكم كل شيء. رب العالمين خير الحافظين وتوكلوا على الله بكل شيء، وان شاء الله رب العالمين يرزقكم بالافضل وبالافضل وبالافضل. شغلنا اليوم هواية كان، والجو طبعا مو محالفنا لانه مطر وهواء عالي. اخذنا الاطفال المدرسة الصبح وطلعنا قبل على مدينة ثانية بها اللي يعني مرة شاركتكم بالفلوج الابواب والشبابيك وهذه الشغلات. فرحنا بدنا نشوف الابواب على مود نقرر قرار نهائي على على كم نوع وعلى شنو هذا، وين ذاك وين. هي تصفى بالاخير راح تشاركوني يوم بيوم. فقلنا نخلص ونجي ننفذ الطلب اللي طلبتوه انه سوينا جوله بالبيت. البيت طبعا قديم، يعني راح اصور لكم اياه اني، بس البيت قديم ويحتاج له يعني شغل. راح نشتغل بالارضيات، راح نشتغل بالجدران، راح نشتغل بكم مكان نفلش نهائيا. اكو شبابيك لازم تتغير، يعني شكلها لازم يتغير، اكو صغار اكو كبار، فاحنا راح نصغر ونكبر ونحطهم. فراح تشاركون هذه الشغلات حتى ما نستعجل بيها، حتى البعض من عندكم هم اذا يعني قريبين هنا او شيء تستفادون من الاشياء اللي راح اسويها واشارك لكم اياها. فبلا ما اطول عليكم، هسه احنا متوجهين على البيت، راح اسوي لكم جوله سريعه، وانا متاكده ما راح يعجبكم هسه لانه لازم تشوفوا قبل وتشوفوا بعد، يعني شلون كان قبل وشلون راح نسوي بعد. وبالاضافه الى الارضيات اللي راح نغيرها، الشبابيك الشركه كامله هي تجي تغير الشبابيك، اللي راح نسوي انا وايوب اللي هي الارضيات، الابواب، جدران، راح نختار مثلا البلاكات الكهرباء جديده ايوب يسويها، يعني اكو شغلات هواي 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 هواي. ايوب راح تدفع هواي من هاي. انا اشتريت الايفون، حاسبه حسابي للايام الجايه شلون لعن. خلونا اروح على البيت واسوي لكم جوله سريعه، ودير بالكم تقولوا لي البيت مو حلو. يا هاي تطلع على الحديقة من برا مباشرة. هذه الأغراض راح يتركوها بس احنا ما نحتاج لها، بالإضافة إلى طاولة الطعام هم خشب ما راح نحتاج لها. وهذا راح يكون اتجاه المطبخ، يعني المطبخ منها راح يكون، بالإضافة إلى الإنزل اللي بالوسط راح يكون من هذا الاتجاه. هاي الغرفة راح تكون أصيح الصدى عالي، راح تكون غرفة النوم مالتي. هذا كله قديم، اشوف لكم هذا الباب من باب الغيره. بس دقيقه، هاي نزلت من واحد، هاي ولا كلش ثقيله. بقول لكم انه كل الابواب كلها بدون استثناء راح اغير الشبابيك، وراح اغير الابواب والارضيات والجدران، الاوراق من هذا ورق وبعدين نحط اوراق جديده. فهذه راح تكون غرفتي، وبس اجت سويت المقاسات لانه بصراحه ما قايستها حتى اعرف تفصال الابواب جيد وبالضبط جيد المقاسات. بالاضافه الى هذه الرولات اللي تكون ورا الشبابيك، هذه كلها بلاستيك، والباب هذا عباره عن خشب، فهذا كله راح ينرمي. والله يعينك يا ايوب.
هاي الغرفة رادينا تلقى راح تسمع لي. قالت أنا الغرفة وين لكانة هنا هاي إلج. هاي الطريقة القديمة مالتها تنفتح، راح ناخذ البلكونة إلنا إلنا. تعال أشوف لكم البلكونة ما تشوفوا كلته، إن شاء الله راح يتغير، احتمال مو أكيد، احتمال نسويه من الزجاج الخاص مال البرة، أو احتمال مثلا خشب، أو على حسب، بعدنا ما مقررين، يعني هذا هم يراد له دوخة إن شاء الله مو هسه، يعني بوقت ثاني. فهذا هو منظر البلكونة وما شاء الله كبيرة. هذا اللي قلت لكم عليه راح نغيره، والصبغ وهنا راح يحتاج عندنا أضوية نخلي للبلكونة. أي تقريبا هاي ايش قد طولها؟ 6 أمتار؟ ويا على طول 6 أمتار إلى 10 سنتي يعني. وجوايا بالضبط صايرة الصالة اللي هي هاي. أي بشوف لهم إياها. هاي الصالة وهذه الحديقة وهاي الأشجار اللي مننا هم راح نشيلها. سمعت ايش قال؟ شنو؟ البيبي حيدر عازم بيبي بالبيت. لازم نلقى لهنا. يعني لا يقول انه لازم تسدين البلكونه كلش للنهايه حتى البيبي ما يشمر الاغراض. وين اكو بيبي؟ انت البيبي مالي ها؟ تعالوا اشوف لكم. هذه طبعا ما بيها ضوء. زين؟ خليها اسدها. لا عمي قام ترجعي وقف باب غرفتك؟ مو غرفتي مالتك. تنازلتي؟ لان مو كنتورج كبير، فانت تحتاجين طبعا مكان كبير كنتورج. يعني تنازلتي لي هسه؟ ايه الحمد لله شكرا. طبعا الممر هذا اللي صار بين غرفتي، هناك اكو غرفه ثانيه اللي راح تكون رودينا، وهذه غرفه حيدر، وهنا صاير عندنا الحمام. هذه الاوراق كلها تنشال وينحط ورق جديد، بالاضافه الى البلاكات كلها حسبناها. هذه البلاكات القديمه شوفوا باقي على قديمه. على البارك تنشوي ما حبيب ما تفراش ما تهمي هذا اسمه ما تهمي هذا الله فراشي بتشبعي فراشي ما تروحي من الفراش ولا فراشك. نعم نعم فراشة أربعة وبضلع واحد أربعة خمسة. يعني مشكلة مريضة إلا تقدر تشيلها. ستة تمام. تعال نشوف غرفة رادينة والحمام ما شفتك يعني مبهذل. اللون مالته صاير لون ورد. قبل هذا هو قبل، بس بعد راح تقولون مو هذا الحمام، راح يطلع حمامي جنة، بس محتاجين انه نقيسه تمام حتى نعرف، والباب نقيسها، وبالاضافه الى المسافات والشبابيك. الشبابيك ايوب ناوي يغيرهن. ايش راح نسوي للشبابيك؟ هذا كله من طول الشبابيك تعطس. هاي التدفئه ان شاء الله، هذه التدفئه راح نشيلها ان شاء الله، بنحط هنا بالحائط هاي بنحط تدفئه. خليها من هنا، والشبابيك طبعا مثل ما تشوفون على الموديل القديم هذا الثاني، فهذا ما نقدر نفلشه، راح ينزله ايوب للقاع، يعني يصير شبابيك لجوا يعني للقاع. الشباك للنص مسدود بس من فوق ينفتح يكون. اي بس من الاتجاه من فوق يعني ما ينفتح كله. لا يكون من جوا جام بس جام مظلل. اها بس بلوري يصير كلوب. اي هذا ما لازم. اوكي تمام، فهسه خلونا نطلع من الحمام. هذه غرفه راح تكون غرفه رودينه. هاي كراسه قديمه. هذه غرفه رودينه، هذا الورق كله ينشال ما راح نغطيه نهائيا، بالاضافه الى بلاكات هوايه ما اعرف يعني شويه زياده. راح نغطيه من عندنا. غطي الضوء وسد الباب القديم. إذا ضربي الكلور وهذا قبل شنو مثل المخزن، يعني قلنا ممر طويل قلنا نسوي هم فدوش أو هيجي شيء، بس هذا إحنا هم راح نبقي هالشكل القديم. أوكي الفوق نصعد لو نعرف لكم إياها بعدين. بس نفس درجة أيوب يعني مبدئيا يريد يغير الألوان مالته، ما راح يبقي هذا اللون يعني نص بغاء او هيك شيء، بعدين ان شاء الله ورا ما نتحول جزء نغير نسوي غير موديل اللي هو البناء. يعني من بقي هذا خشب. ايوب هذا صاج صح ولا؟ هذا خشب صاج؟ ما حبيبي صاج هذا بعد البيت لازم تنظفيه كله ما يصير. لا ما نظفت اذا تنظفين ناي ما بيعمر. هذا الطابق الثالث مثل ما تشوفون، هذه غرفه هنا صايره
حيدر كل عنكبوتات. لا دخل ايش بنت هنا. هاي الغرفة اللي هي صارت آخر شيء فوق بعد ماكو شيء طابق فوق أنا حتى الحاجة مالتها هي لازم بالإيد. هاي الغرفة إن شاء الله راح تكون غرفة التبديل الملابس، راح أغلبها أسويها يعني هذه هم أبانيها بناء بداخلها. راح أجاوب لكم شنو مثل الحاية هذا الجدار شوفوا بس ما يطلع لي فتشي شوفوا هذا كله مبني، فهذا إن شاء الله هي كله راح يغير ميطاقي هالشكل نهائيا وبالإضافة إلى الأرضية مالتها بعدها على الإسمنت. وهذه ما مسكونة يعني اي ما حد هاي عايش فيها، فهاي راح تكون غرفة الملابس وبيها هم شباك كبير على اتجاه الشارع، فغرفة حلوة. غرفة ملابس ايوه هنا لا هاي غرفة العمل غرفة الكمبيوتر شوفوا السقف مالتها شلون ناصي هذا شنو ايوه ليش يطلع هيك صوت ها؟ وهذا اكو عزل بينه وبين اسمه يعني القديمه دا يقول لها هي بالكلر عن الساكنه هنا ما يقبل حيدر قافل الباب علي. خلينا ننزل طبعا هذا التدفئه هاي راح نلغيها من بقيها هنا وهذا الشباك او البلور هذا كله راح يتغير ما راح يبقى على هذا المدير يعني بالاضافه الى الدرج احتمال انه يتغير اللون مبدئيا وبعدين يلا نغيره كله نهائي. جوا مثل ما تشوفون هذا الكاربت احمر قديم جوا نفس هذا الخشب بالضبط هذا الخشب انت تشوفوا نفسه بالضبط جوا وبالاضافه الى الاوراق وهذه الشغلات اللي على الجدران. هذا المربعات هو المطبخ وهنا الصالون. خليني ننزل واشوف لكم الموديل. بس اذا يمن كروس هذا الدرج من هنا ينزل مباشره على المخزن او تحت الارض. فهسه راح انزلكم هذه الغرفه هي نفس الغرفه اللي فوق صايره مباشره اللي هي غرفه روتينا فوق. هذه الغرفه راح تكون غرفه ضيوف او هيك شيء. هنا الصاله وهذا المطبخ. هذا الجدار اللي تشوفوه راح يتفلش ان شاء الله. ما اعرف يعني اذا راح نفلشه بعد اسبوع او 10 ايام راح نبلش فيه. الارضيات كلها تتغير وهذا ينلغي نهائيا فيكون المطبخ من هنا يبدي مثل ما تشوفون من هذا الاتجاه وللنهايه راح يكون المطبخ. الشبابيك هنا راح ننزلها للارض يعني ما تبقى هيك صغيره وهذا هم الشباك راح ينزل الارض ينلغي هذا التدفئه تنلغي. وهذا الباب ما راح يبقى باب راح يصير نشتري باب زجاج وراح يكون ينفتح على هذا الباب يعني على هذا الحائط هذا الباب على هذا الحائط. هذه شجرة الكرز وهذه كلها لازم تتنظف يعني حتى هاي اللي بالوسط من بقيها كلها لازم نشيلها وهذا كله لازم ينشال ويتنظف. وهذا البارك اللي هو من فوق بارك السيارة وجوا الطابق الثاني. أقول عليكم هواية شغل وهواية تنظيف. جينا اليوم لأنه كنا هم محتاجين مقاسات هم نحسب حساباتنا وان شاء الله اشارككم بالايام الجايه والتغييرات اللي راح تصير. ان شاء الله حبيت الفلوج مالتنا واستمتعتوا بيه وخلوني انزل من الحديقه قبل ما تطلع لي فاره. طبعا فار ماكو اشقى وياكم. المهم شكرا لكم ولمحبتكم. باي باي. 2 حيدر ما ياكل اذا مو تمن وجبنا له التمن الشعريه وهي شغلات ما ياكلها.